ضيعت احلامنا كلنا، كل التلاميذ اللي هون خدعتهم، انت خدعتهم باتحادك انت وعلي خليل، انت وعلي خليل، انت وعلي خليل. يعني انا بدعي حقيقه انه يسمحوا لوسائل الاعلام تفوت. انا حقيقه غبت شوي عن الاعلام. له في كل عرس قرص، حتى في اخر مكان تتوقع ان يطاله حضوره تجده. حتى وسائل الاعلام تعتمد عليه مصدرا ودليلا. رجع عنه بجهود النائب شلش. تفضل. بجهود النائب شلش هون والمفوضيه العليا للامم المتحده. نحن الجمعيه تاعتنا تاسست سنه 1954 ومسجله بالامم المتحده. انت تؤكد لنا ان المنظمه التي يمثلها السيد علي خليل لا تمت بصله الى الامم المتحده؟ نعم، وعلى الأقل وبالتأكيد في مجال حقوق الإنسان، هذا المكتب مكتبي هنا هو مكتب مفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهو الوحيد المخول للحديث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف. رسب علي عقيل خليل لن ينال شهادة أو اعترافا من الأمم المتحدة، ربما لأن الشهادة التي يستحقها تشبه الشهادات التي يمنحها لطلاب باسم جمعيات واتحادات لا تمثل شيئاً أو أحداً. أول شغلة كان يحكينا أنه السفير، هلا عم بقول أنا ما إلي علاقة، السفير هو اللي كان إله علاقة، وكان يجي إلنا أنه أنا موجود الختم على موجود على الشيء. وصورناه نحن اليوم امبارح وصورناه وأجينا أنه علي خليل إله علاقة مباشرة بهالمعهد. يجب أن يتم محاسبة من كان المسؤول، ويجب أن يتم متابعة التحقيق من قبل القضاء اللبناني، لا يجوز بعد الآن. برسم وزارة التربية نضع كل ما تقدم، لكننا نضعه أولا وأخيرا برسم الرأي العام ليكون عبرة لمن يعتبر. اللهم أشهد أننا قد بلغنا. رامي الأمين، قناة الجديدة.